كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إن شاء الله فيما قد بدأنا من الكلام في مرات سبقت، وقد بدأنا سلسلة تتعلق بذكر شيء من أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وتكلمنا بدون ترتيب عن اثنين أو ثلاثة، واليوم ندخل في الكلام عن صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة ومن أهل الشورى الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجعل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بينهم، وهو من أمه من آل النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، ومن أبيه قرشي، ومن سادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الجهاد وأهل الفقه، ومن سادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة الفهري. أبوه العوام ابن خويلد ابن عبد العزة أخو خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد الأسدية، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. فمن جهة أبيه هو مع النبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة، هذا من جهة أبيه. أما من جهة أمه فأمه هي صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمته. لذلك لما وقع ما بينه وبين أنصاري من النزاع في سقي الماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما إلى الزبير، فقال له الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والشاهد هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها. وصفية معروفة، هي من أقوى الصحابيات، وربت الزبير تربية عجيبة، فكانت وهو صغير كانت تضربه، حتى بعض الناس قالوا لها: كيف تضربيه وهو صغير؟ قالوا: قد أهلكته، قتلته يا صفية. فتقول لهم: أريده كي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، سلب الغنائم. كانت بتطلع مع عمه، وعمه هو حمزة أو خاله حمزة أخو أمه، وحمزة أخو أمه شقيقة. حمزة رضي الله عنه وصفية رضي الله عنها كانوا أشقاء أولاد عبد المطلب. فكانت بتطلع معه، وحمزة كان بيصطاد الأسود، بيمشي معه وهو صغير، فتعلم منه الشجاعة وأخذها وراثة من أمه. الشجاعة دي من أمه جاية وراثة، ودربته على تدريب. فأمه وقع لها حادث
لما كانت في حصن بني حارثة في الأحزاب، وكان على الحصن أحد الصحابة، فرأت يهوديا يطيف بالحصن، فقالت له: إنا لا نأمن على أنفسنا من هذا اليهودي، اذهب فاقتله. فالرجل قال: لا، أنا مكاني، أنا أصلا وكلوني بمكان، بكون في مكاني. قالوا فربطت وسطها، شوف القوة دي كيف، وأخذت عمودا وخرجت على اليهودي، مرقت عليه طقة واحدة بس فقتلته. ده شغل تمام، وراثة ما أخذ منها وربته عليها. لذلك أورد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن الزبير وقد أسلم صبيا كان ابن 12 سنة، 12 سنة عمره، فسمع مناديا ينادي من الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد في الجبل فوق، والزبير عمره 12 سنة، فسمع المنادي يقول: أخذ محمد، أخذ معناه قتل. فأخذ الزبير سيفه وخرج، والناس لما شافوه برا تعجب الناس، قالوا: الصبي في السيف، صبي صغير شايل له سيف. فصعد إلى الجبل وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم حي موجود. قال: ما لك يا زبير؟ قال: سمعت أنك أخذت يا رسول الله. قال: وما كنت صانع؟ انت هتعمل شنو لو في ذول قتلني؟ قال: أضرب من أخذك بالسيف. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولسيفه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، عشان كده كان سيف الزبير ده بيشتغل شغل عجيب في القتال في الأحزاب. في واحد اسمه عثمان بن عبد الله العامري، ده من فرسان المشركين، ذول قوي جدا. فدخل هو ومعه رجل آخر يسمى عمرو ابن عبد ود العامري، دل دخلوا اقتحموا الخندق وقطعوا بهناك وقالوا دارين القتال. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الزبير وعلي. عمرو بن عبد ود داك ذو شرس جدا وضخم، وعلي بن أبي طالب كان صغير، والزبير برضو صغير، وهم قدر بعض، علي والزبير وطلحة وسعد، ديل كلهم أولاد سنة واحدة، كل عمرهم واحد، الأربعة ديل، علي والزبير وسعد بن أبي وقاص ومنو طلحة، ديل كلهم عمرهم قدر بعض. فطلعوا له الاثنين ديل، فداك بقى بيستفز في علي بن أبي طالب، قال له: انت صغير يا خمشي، وجيب لي اعمامك الكبار. فعلي بن ابي طالب قال له: ولكني احب قتلك، انا صغير لكن دار قتلك، رايك شنو؟ قالوا ذاك، فاخرج سيفه كالشعله، لما مرق سيفه كده زي شعله النار، زول عاتي وقوي جدا، كان بيحارب بعمود. فبس بعد ذاك الناس ما شايفين الا الغبار قايم فوق. فبعد ساعة كبر علي رضي الله عنه، لقوا ضابحه في الواطة. أما الزبير فمشى لعثمان ابن عبد الله العامري، قالوا فضربه على عاتقه حتى بلغ سرج الفرس، دقة واحدة مين دي في رقبته لحد ما دق في السرج بتاع الفرس. فقال الناس: ما أحسن سيفك يا زبير، فغضب، يعني الموضوع ما في سيفي، موضوع قال لهم في يدي ما في السيف. فكان شجاعا قويا رضي الله تعالى عنه. طيب، الزبير من أوائل من أسلم، وهو من العشرة المبشرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 في الجنة. قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة،
وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، عشرة. ذا العشر المبشرين رضي الله عنهم وأرضاهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من رجال الجهاد. قال سفيان الثوري: ثلاثة هم نجدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذيل النجدة، أنت لما تتزرع في أي حاجة مش بتكورك دار النجدة؟ قال: ثلاثة هم نجدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علي والزبير وحمزة، وكلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا شجعان. الزبير كان في جسمه أمثال العيون. أنت لما تجي عندك جروح في جسمك بتكون مقدة زي العيون. ومنها ثلاث كبار، جرحات كبيرة في جسمه، اثنين منهم يوم بدر، ولد اسمه عروة ابن الزبير. قال: منها واحدة في عاتقه ضربها يوم اليمامة، كنت ألعب فيها بيدي، بداخل يده بيلعب جواه، دي جرحة في رقبته. والشيخ خلاه يجرحوه كده شنو؟ الزبير كان عنده حركة بيعملها ما في زول بيقدر عليها إلا كان بيقلده فيها ولده، لأنه ولده عبد الله وعمره 10 سنة كان بيخط معاه في الفرس بحارب بيه. أنت هسه أولادك بتلم من جوا، ده كان مركته ذاته، كان مركته بتلم أولادك جوا وبيتمروا، ده بخطه قدامه عبد الله بن الزبير وبيقاتل بيه. فكان بيقلد أبوه في الحركة دي. الزبير بيشق الجيش بتاع المشركين، بيشقوا بيمرق بغادي وبيجي راجع تاني، قال بيلاقي في ضربه بكتله وما في زول بيقدر يحبسه. طبعا دي رجالة منقطعة، وكان رجلا طويلا ونحيفا خفيف اللحية والعارضين، إذا ركب على الفرس جرت رجلاه بالأرض، طويل. وطبعا يا إخوانا الإنسان الطويل في الغالب من سمات الشجاعة، بيركب فرسه ده بيشق الجيش بيمشي بغادي وبيجي. فيوم اليمامة قام الصحابة قالوا له: اشدد يا زبير، خش في النازل ونحن من خلفك. قال: إن شددت لن تستطيعوا. أنا قال لهم: كان شديت خشيت في النازل ما بتقدروا تمشوا وراي. قال له: سنفعل. فخش بالفرج بتاعه في الناس. ديل أكثر من 200,000. أسألك الله، 200,000 ديل لو داري حيوك تحية واقفين لك صفين، داري حيوك وأنت شقيت مشيت بغادي وجيت، روحك بتمرق؟ خلي ناس راجينك بسيوف ورماح وحراب وكله، وبعدها بشد شق هناك، لما وصل لقى ما في زول معه، يراجع ثاني ما في زول قدر يحصل معه. الزبير رضي الله تعالى عنه عاش حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله عليه في آخر الحياة. عاش حياته فقير، لكن ربنا فتح عليه وأعطي الأموال وكانت عنده الثروات، وتزوج من النساء 4، عنده 4 نسوان، منهن واحدة هي أسماء بنت أبي بكر زوجته العظمى والأولى. عشان كده والله يا أخواننا ولده ده له حق يطلع بالطريقة دي. تعرف أم أسماء دي ذاتها كانت من أشجع النساء، وأبوه الزبير شايفينه براكو، وحبوبته منه صفية. عشان كده عبد الله بن الزبير ده كان شجاع شجاع شديدة خلاص كويس. أم أسماء دي كانت امرأة قوية وطويلة، لما كبرت عميت ما كانت بتشوف، لما كبرت في السن قالوا وكان لها خنجر تضعه تحت وسادتها، تحت المخدة بتاعتها، خدت الخنجر تحتها. بقوم بيسألوها بقول لها: ما هذا يا ابنة الصديق، انت ده شنو خدت تحتك ده؟ قالت له: انكسر اللصوص في المدينة، اللصوص بيجوا كتار، اها وبيسوي بشنو؟ قالت: ان اتاني احد بعجته بالخنجر بتبعج به. فالبعيد ما حقها لكم برا وانا شاب بتبعد فيه كويس.
فعشان كده ولد ده لو حاجة يطلع بالطريقة دي. دي زوجته الأولى أسماء بنت الصديق، هي المرأة العاقلة الكريمة الشجاعة التقية الدينة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وزوجته الثانية أم خالد، والثالثة أم مصعب، ومصعب ده ولده، والرابعة هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. وعاتكة دي عندها قصة من طرائف يعني التاريخ. عاتكة كانت امرأة فصيحة في لسانها ومن شعراء الصحابة، وكانت امرأة عابدة ومن أجمل النساء. أول واحد تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان بينهما مودة شديدة لدرجة إنه تعلق بها تعلق، حتى مرة من ذات المرات لم يدرك الصلاة بسبب مغازلته مع زوجته، فأبو بكر الصديق قال له طلقها. المهم طلق ورجع تاني وعاشت عنده حتى استشهد. بعديها اتزوج عمر رضي الله عنه وعاشت معه لحد ما استشهد، كويس. وهي كانت بتصلي في المسجد، واشترطت على عمر لما اتزوجها انه ما يمنع الصلاه في المسجد، يعني عارفه غيرة عمر ورضى ليها، كويس. واستشهد عمر برضو، واتزوج بعديه والزبير واستشهد، واتزوج بعديه ولعله ابن عفوا علي وبرضو استشهد. فقال ابن عمر عند ذلك من اراد الشهاده فليتزوج عاتكه. السوق قال لهم بعد دار الشهاده اللي يمشي على عاتكه دي. اربعه، واي واحد منهم لما يموت شهيدا بترثيه بقصيده طويله جدا، وكانت شاعره عظيمه في الشعر، كويس. دي زوجاته الاربعه، زوجات الزبير. عاش الزبير الى وقت الفتنه التي وقعت في معركة الجمل، يعني عاش في عهد عمر ثم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، وفي آخر عهد عثمان وبداية عهد علي سنة 36 هجرية قتل الزبير رضي الله عنه شهيدا، وقتل غدرا. ولاحظ فرسان الصحابة ديل ما فيهم واحد قتله عديل ولا واحد، مبارزة كده ما في. عمر غدروه في المنبر بيصلي في صلاة الصبح، عثمان رضي الله عنه غدر في بيته، علي بن أبي طالب غدروا عبد الرحمن بن ملجم في رمضان 17 رمضان، غدروا غدري برضه، كلهم غدروا. طلحة غدروه بسهم طائش، ما معروف الكتلوا منه ذاته. الزبير غدره رجل يسمى عمير ابن جرموز، وموته ده يا اخواننا بس نجيب فيه وقفه بسيطه لانه في حاجات احنا بنستفيد منها كثير. طيب، لما كان في اخر عهد عثمان وخرج الخوارج على عثمان وطلعوا بمطالب، قالوا عثمان ولا أقاربه، هذا من الكذب، وقالوا ضرب ابن مسعود، وقالوا نفى أبا ذر إلى الربذة، وفعل، جابوا لهم 16 مطلب، وتنادوا من قبائل، وكان المؤلف لهم رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان يلقب بالموت الأسود. يا أخواننا شوف أحداث التاريخ دي أنت لابد تعرفها، لأنه في ناس بيلعبوا فيها لعب شديد خلاص. عبد الله بن سبأ يهودي، ده اللي حرض القبائل التي طلعت وخرج على عثمان، منهم قبائل من اليمن وقبائل من مصر وقبائل من الشام وقبائل من الجزيرة العربية
واجتمعوا كلهم الخوارج وأحاطوا ببيت عثمان وكانوا 1000 رجل، ما 6 ولا 7 أنفار. لما أحاطوا بداره أخبر عثمان بذلك فقال لهم إني لا أريد أحدا أن يدافع عني، ما في واحد من الصحابة يدافع عني لأسباب يا أخواننا. امتنع عثمان وجلس في بيته، خدت المصحف قدامه وانتظر، بقى بيقرأ. ليه؟ قالوا لأسباب. السبب الأول قال عثمان إني لا أريد أن يراق محجن دم، المحجن يعني الفنجان، بسبب بعد رسول الله. يعني قال مر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر ولم يرق دم بسبب واحد منهم، فكيف يراق الدم بسببي أنا ويقتتل الناس؟ قال أنا منتظر. السبب الثاني كويس، عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا في النوم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أو أبا بكر وعمر، وقالوا له إنك ستفطر عندنا من القابلة، بكرة أنت بتفطر معانا كويس. فداس عليك الله، أنت لو شفت رؤيا زي دي ولك فطورك في وش في الجنة ساي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، باقي لك دي بتبدلها بأي حاجة؟ فقال بس بصبر على كده، بس تبقى على فطورك ده. فصبر على ذلك كويس. الصحابة أغلبهم كانوا في الحج، ما كانوا موجودين، بل ما ظن الصحابة أن هؤلاء سيقتلون أمير المؤمنين، قالوا دي العبارة عن ناس بكوركو بتاعين فوضى بيمشوا ما في حاجة. الحاصل قتلوا عثمان. بعدما قتلوه معاوية رضي الله عنه كان في الشام، وكان الوالي من زمن عمر بن الخطاب على الشام 20 سنة، وعنده الجيوش والمنعة ومعاوية والدعم عثمان ودعمه. طيب خرج معاوية في الجيوش، لما أرسلت إليه نائلة زوجة عثمان رسلت له القميص بتاع عثمان ومعه أصابعين هي قطعوين الخوارج تعين يده، لفتن ورسلتن له هناك لمعاوية، ومعاوية كان معه الجنوش والمنع جيوش ومنع وقوة، قالت له ده ود عمك قتلوه خذ بالسعر. فخرج معاوية ثائرا على قتلة عثمان، ويحتج من النصوص بقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ربنا أداني الحق إنه أخذ بتار، عشان تعرفوا يا أخوانا الناس بيستسهلوا قضية ما وقع بين الصحابة وقالوا الأمر بسيط. الأمر يا أخوانا فتنة لدرجة إنه أنت ما تقدر تميز أنا ذاك، وكل معه حق، معاوية بيتكلم بوجه حق وعلي يتكلم بوجه حق. علي رضي الله عنه لما بويع قال لي معاوية ننتظر حتى نقبض على الناس ويحاكموا محاكمة عادلة، ما ممكن أكتل الناس بدون محاكمة. والخوارج اندسوا في صفوف المؤمنين، الخوارج لما عرفوا كده انحازوا إلى جيش علي، دخلوا جوا الجيش بتاع علي بن أبي طالب، ومعاوية ينظر إلى الخوارج داخل جيش علي اللي قتلوا عثمان. شوف الأمر اختلط كيف، وتمسك معاوية بالثار من قتل عثمان، بس قال دائرة الثار من قتل عثمان ما في حلل. فمضى معاوية، لما اقترب من المدينة كويس اصطلح هو وعلي، وما بيناتهم مشكلة، الناس بيظنوا الآن إنه في قتال وحرب وفي ضغائن وحقد بين علي ومعاوية، ده كذب كله،
التاريخ ده مشوه يا اخواننا، دي مشكلتنا، التاريخ مشوه. ما في بيناتهم ضغائن ولا في بيناتهم حسد، ده كله بيناتهم ما في، ولا قتال في سلطة، ما في. ما أصلا اتقاتلوا في حكومة زي ما بيصوروا ناس الليلة، عشان دارين يبرروا للثورات ويبرروا للأشياء المقاتل اللي بيعملوها، ده كله غلط. الحصل لما قرب اصطلحوا، وكان سفير الصلح بينهما القعقاع بن عمرو، ده من فرسان الصحابة، كان ده سفير الصلح بيناتهم. لما اتفقا علم الخوارج بالاتفاق بين علي ومعاوية بالليل، كويس. في الوقت ذاك انقسم الخوارج على قسمين وقالوا إن هؤلاء اصطلحوا على دمائنا. قالوا علي ومعاوية اتفقوا على شنو؟ على إنه يعطوا علي رضي الله عنه 6 أشهر فيقتص من قتلة عثمان. اتفقوا خلاص. الخوارج قالوا هوي الناس زي اللي اتفقوا على دمنا نحن، ولا بد نولع الفتنة. أيوة. وكان الزبير وطلحة قد ذهبا إلى عائشة. أعرف المسائل دي كويس. مشوا لعائشة رضي الله عنها، قل أنت أم المؤمنين والناس بيسمعوا كلامك، لا بد تطلعي للصلح بينهما عشان تصلحي بين الطرفين، وأنت أم المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فخرجت عائشة للصلح، ما خرجت زي ما الليلة اتكلموا العلمانيين والمجرمين وقال لك عائشة خرجت لشنو؟ خرجت على الحاكم وخرجت على علي، كذب الكلام ده. الحصل بعد ذاك الخوارج بالليل جزء منهم خش في جيش علي وجزء خش في جيش معاوية، وديل قالوا غدر علي وديل قالوا غدر معاوية، ونشبت الحرب. والصحابة كانوا فرسان، يعني الواحد منهم لا يمكن يفر في الحرب، ما تعودوا، فيجوا ناس هاجمين عليه ما يمكن يفر، وقاتل كل منهم دفاعا عن نفسه. وعلي رضي الله عنه يثبت الناس، ومعاوية بيثبت في الناس، ما دري يقاتلوا. لكن بعد ذاك صار الأمر فتنة، ودي وقعت الجمل. حتى عائشة رضي الله عنها وقفت ومعها رجل يسمى ثور، وشال المصحف في يده داري يوقف الناس، ضربوه ذاته شال المصحف، ده بيه مصحف ذاته، ده الخوارج. طيب من هنا يا اخواننا نحن نعرف حاجة مهمة. شوف يوم تقوم فتنة ويختل الأمر، بعد ذاك ممكن يقتل إنسان وليس له ذنب في الموضوع ولا عنده دخل، والأمر بيبقى فوضى، وتصعب السيطرة. أعرف المعلومة دي، ستصعب السيطرة. وأي زول قرأ التاريخ بيعرف يحلل الأحداث الموجودة الآن، تعرف تحلل صح. ما تتخيل أنت في نص الفوضى بعدين لو البلد دي جاطت، تخيل جاطت البلد الثوار مع الحكومة وانفرط الأمر وبقى أمن ما في، ولا تعرف كتيبة الحكومة بوين ولا كتيبة الثوار بوين. في وقت زي ده ما تستطيع تاني للحكومة ولا الثورة، خلي بالك الاثنين ما يستطيعوا السيطرة في الأمر. شفت عند الفوضى ما يقدر يسيطر واحد لا هذا الطرف ولا ذاك، ويتمكن في ذلك الوقت كل صاحب حقد، أي زول حاقد على واحد تاني، وأي زول عنده منقبة على زول، وأي زول حاسس زول في حاجة بيتمكن منه في الوقت ذاك وبيعمل ما يشاء. الحاسد لزول شان بنى له بيت سمح ساي ممكن يمشي يقتله، صح ولا ما صح؟ داك لو مع الحكومة حيقول قتلتني المعارضة، ولو مع المعارضة حيقول قتلتني الحكومة، وهكذا. فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض وتحصل الفوضى، ولن يستطيع أحد السيطرة، ما بده حيقدر يسيطر في الأمر ده ثاني، حتبقى بعد داك ثاني كتائب وكتل ومجموعات وفئات تقاتل
ولا تعرف راية الحق من راية الباطل. وأي زول بعد ذاك حيشوف له مجموعة ينتمي لها، اللي عنده قبيلة حينتمي لقبيلته، واللي عنده مجموعة دينية حينتمي لمجموعته الدينية، واللي عنده طائفة حينتمي لها، وحيحصل قتال بين الناس، قتال عظيم، ونهب وسلب وفوضى. ففي هذه الفوضى اللي حصلت قتل الزبير وقتل طلحة وقتل عدد من الأفاضل. الكتاحة ما قايمة، البقتل في الوقت داك ما معروف دمه. طوال تمكن ابن جرموز من الزبير في وادي السباع في العراق جنب البصرة فغدره فقتله. عشان كده يا اخواننا الناس ما تحب الفوضى. في ناس هسه يتقاشروا والله منتظرين شمارات وفضول، ساي يقول لك يا خلاه التجوط البلدي كده نظام ساي فعله وقشره ساي وما فاهم يا اخي. في ناس اغبياء، صدق كلمتي دي والله، في ناس اغبياء ما يعرف مصلحته وين ذاته. يقول لك يا خلاه التجوط يا اخي زهجنا. زهجت من شنو؟ العيش ما فوتاني والبنزين بس ده موضوعك؟ قسما بالله البلد لو جاطت انت لو ادوك عيش الدنيا دي كله خدته لك قدامك اكل ما تقدر تاكله، ما تقدر. بل انت بعد ذاك لو مرقت من بيتك ورجعت ولقيت امك مقتوله واطفالك مطبوحين في البيت، انت لو ادوك نص الحكومه لصالحك انت ما حتستفيد منه حاجه، صح ولا ما صح؟ الناس ما تبقى عندها هوى في نفوسها، حب للفوضى، وحيتمكن منك اي عدو لك ثاني. وحتبقى انت بدل تجيب في الصف بتاع العيش حتمشي تجيب قدام بابك عشان تحرس اولادك وامك وزوجتك. ده لو قدرت تحرسهم ما حتقدر تشتغل. الفرم اللي بتجيب فيه صف ذاته ده انت ما حتلقاه، لانه بتاع الفرم ثاني ما حيفتح ذاته عيش ولا حيعمل عيش، لانه لو عمل العيش حيجي يشيلوه ساي قلع. تاني في قروش بيتعاملوا بها؟ ناس بيتعامل بالسكين والسيف. قلع تاني. ما في بنك حيفتح عشان انت تجيب فيه صف يديك شيك ولا حساب ولا رصيد من ما في ذاته. ما في بتاع بنك حيفتح. حتبقى فوضى. والناس حتندم ايما ندم. عشان كده اي زول قرا التاريخ بيفهم تمام. بيفهم الحاصل. يا اخي يقتل الزبير رضي الله عنه وارضاه في نص فتنة زي دي مقدور. وان كان هو في الصف الاخر ما مع علي بن ابي طالب، لكن لما لقاه مقتول قاعد يبكي علي، يبكي على الزبير وقال بشر قاتل ابن صفية بالنار. الكتل الزبير ده قال بشر بالنار. ووجد طلحة مقتولا فوضعه على حجره وقال يعز علي أبا محمد. وكان طلحة في الجيش الآخر قال يعز علي أبا محمد أن أراك مجدلا على الأرض وتحت أديم السماء إلى الله أشكو عجري وبجري. شوف الصحابة فاهمين كيف، لكن الأمر في الوقت ذاك في وقت الفتنة مرق من يدهم. لذلك قال ابن العربي مقولة تكتب بماء الذهب، قال ومعلوم أنه عند الفتنة وملحمة القتال يتمكن أولو الإحن والحقود من حل العرى ونبذ العهود. قال وكانت آجالا حضرت ومواعيدا انتجزت. بعد شوية أول ما البلد تجوط لو فائز عندك معه وجه مشكلة حيجي يعمل تصفية بتاع الحسابات، هتحصل التصفية بعدين. فما لنا يا اخواننا نحن مع امر زي ده، ما لنا بيو يا اخي. يجوا يحرضون مجموعه من الحاقدين ويتخذوا اشياء في الحكومه عشان يطعنوا فيها وعشان يزيلوا الحكومه. والشريعه الاسلاميه ما قالت لك لا ما بيحصل ظلم؟ ايوه بيحصل ظلم من الحاكم، ظلم وبياخذ المال نعم، وما بيديك حقك نعم، ده كله بيحصل. لكن العلاج شنو؟ العلاج مش مزيد من الفوضى وسفك للدماء. الان بيشكو يقول لك شهيد الثوره فلان، اسد الايام ده شهيد الثوره الشاب فلان، ويجيبوا امه
مسكينة ومفجوعة في ولدها، يجيبوها تبكي وتشكي وتتألم من فقد ولدها. السبب شنو؟ السبب الناس اللي طلعوا ولدك وقالوا له ثورة وتمشي تموت شهيد الثورة. تعرف طلعوه منو؟ طلعوه الشيوعيين. الشيوعيين الليلة بيتكلموا عن الشهيد وشهداء الثورة. شيوعيين شهيد؟ انتوا مقتنعين بالإسلام اللي شرع الشهادة؟ الإسلام ذاته اللي فوق الشهادة مقتنعين به؟ مقتنعين بربنا اللي بيتقبل الشهيد؟ مقتنعين بربنا ذاته اللي جعل الجنة ثواب للشهداء؟ مقتنعين به انتوا؟ ما مقتنعين بهذا كله، لكن يجي يغش المساكين والبسطاء، وده اللي بيطلع الليلة، دي يقتلوا ولدك، وديك يقتلوا زوجك، وده يقتلوا أبوه، وكلهم الضحايا اللي ماتوا ديل، من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي الحزب الشيوعي ويسيطر بالبلاد، ويبقى عنده هو الكلمة، وبعد ذاك حييجوا ديل أولاد الشهداء، بيجي بدوسهم بكراع ذاته. وأمهات الشهداء اللي قالوهم زمان حييجوا يدوسهم بكراع. يا اخي انت ما تبقى وقود بتاع اي حرب. انا والله بشفق على ناسنا البسطة والمساكين المغشوشين، والله بشفق عليهم. مصلحتك شنو انت الان؟ الرغيف غلا وشايل فنيلته وجاري في الشارع وبيحرق فلسطين، بطقوه بطلقه بقتلوه. ده المسكين ده مستفيد شنو؟ يا اخي قول الخروج ده حلال بجوز حلال. ده مصلحته شنو هسه؟ تموت يا عشان في صف بتاع ايش؟ تموت؟ مالك يا زلمة؟ انت مسكين ولا شو؟ الليلة بيتكلموا عن انه قتلوا اولادنا وديل كويس ثوار وشهداء. قبل اليوم لما في ناس طلعوا للجهاد، وده جهاد شرعي عديل في اليمن، ده جهاد شرعي ضد ناس كفار بيسبوا الصحابة وسبوا ام المؤمنين عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدوا تحريف القران. لما في ناس طلعوهم للجهاد هناك قالوا ليه ودوا اولادنا يقتلون في اليمن؟ مش العلمانيين بيتكلموا زي ده؟ قالوا ليه ودوا اولادنا يقتلون في اليمن؟ ودول اولاد صغار وما شافوا للدنيا حاجه. وطيب اللي بتقتلون في صف العيش ده شنو؟ ما طلعتوهم انتوا قتلتوهم في صف العيش؟ ده جهاد في سبيل الله؟ ولا جابوا حاجه؟ وفي النهايه في النهايه الشيوعيين الآن في شعاراتهم بيقولوا ما طلعنا عشان العيش ولا البنزين، طلعنا عشان تجار الدين. وانت بتكور الجبال مشكلتك العيش والبنزين، هم بقولك مشكلتنا ما العيش ولا البنزين، طلعنا عشان تجار الدين. ده الدين ما دارينه. اها انت تكون وقود بتاع فوضى زي دي؟ يا اخي لو كان هناك جهاد شرعي، لو كانت الحكومة الليلة كفرت ووجب الخروج عليها عديل، هل أنا بقاتل تحت راية الشيوعية؟ تحت الراية الحمراء؟ تحت الشيوعية؟ أول النداءات اللي نادوا بها الشيوعيين في الانقلاب بتاع هاشم العطا، أول النداءات اللي نادوا بها قالوا الخرطوم ما مكة. ده ما حصل هنا. قفلوا الجوامع دي، الخرطوم ما مكة. قفل الجامع. في جامعة الخرطوم قبل اليوم لما كانت مهيمنة الشيوعية، الصلاة عيب، عيب تصلي، عيب تصلي ليه الله؟ لما نيجي وقت الصلاة بتمشي بالدس، تشوف لك قاعة كده ولا حاجة متضايرة تصلي فيها، ما في مصليات. والخمر معروض الليلة دي. أمشي عندنا بعض القاعات متخذينها كمتحف كده في جامعة الخرطوم، لا قزازات البيره موجوده، دايرين البلد سكر وعربده، صلاه ما في، دين ما في، اخلاق ما في، وبعد ذاك يهيمنوا علينا هم وسيطروا فينا زي ما دايرين. ده دايرينه الناس المارقين بلد ما فاهمين الحاصل. انت بتجوط الليله وبيقتلوك انت، اللي ماتوا ديل اللي قتلوا كلهم الشهيد فلان وفلان وفلان، ما في واحد شيوعي ولا شيوعي. وبعد ما يحصل بعدين ويمسكوا الامر في يدهم حيجوا يستلموه هم ويدوسوك انت بكرعينهم تاني. يا ناس ما عندنا مصلحه في ده كله. نتعظ يا اخي من اللي حصل
الآن لأخواننا وأشقائنا في الدول الثانية القريبة منا. ما استفزهم زي ده يا أخي، ما جاهم قالوا أنتم مضطهدين وإنتوا ولا بد تثوروا وتمسكوا الحكم في يدكم. نفسي لحركهم زي ده، بدل ما كانوا ناس آمنين مستقرين في بيوتهم الآن قاعدين في مخيمات اللاجئين بيموتوا من البرد، كابين النسوان كلهم في خيمة والرجال بجاي في خيمة. زمان انت قاعد في بيتك ومع أولادك ومرتاح ومطمئن، بتمشي بتلقى البنزين الليلة ما في بكرة فيه، بتلقى العيش الليلة صف، سوي لك قراصة يا سوي لك عصيدة. ما ترى تربينا بالعصيدة وبالكسرة وتربينا بالقراصة وبغيرها، ما عربينا لما بقينا رجال ما نجوعنا ولا حصل لنا شنو؟ بلاش فلها مفارغة. وده احنا ما بنقول يعني لا نحن دارين يكون عيش ما في، لا لا نحن دارين استقرار والأمن والله يصلح الحاكم ويظبط لنا الأمور، ده دارينه نحن. لكن انت لما تنظر للعاقبة الأسوأ، العاقبة الأسوأ بتخليك تصبر على ده، تاكلها بعصيدة، تاكلها بسخينة، فهمت؟ وتاكلها بموية. أحسن لك وانت آمن مستقر، ولين هذا خاتم في صدرك لمن ينوموا. كان اللي قلت لك لبينة تشربها وتنوم، كم ما لقيتها أشرب لك موية، فهمت؟ وارقد نوم وريداتك في صدرك وانت مرتاح. مالك يا أخي، مالك يا أخي للزعزعة واختلال الأمن والفوضى، داري بشنو يا أخي أنت؟ فوالله الناس لو عقلت، والله الناس لو اتعظت وقرأت التاريخ ونظرت لحال الناس اللي حوالينا، والله نصبر نصبر. ما لا لازمت الوقود والبنزين، نحن ما نبقى ناس جاحدين لنعمة الله علينا، ولا نبقى ناس جاحدين للناس اللي قدموا، ما نبقى جاحدين. ما لازمت العيد الناس اللي قاعدين لهم 30 سنة، ما كانت 30 سنة يا أخي، ما هسه يا أخي جات في سنة واحدة. ما نصبر يا أخي، ربنا ما بحول لنا الحال، ما نصبر ربنا ما بدينا يا أخي، ما بصلح الحال يا أخي. نقعد بعد شوية نكوس فيها كواسة يا أخي، الله المستعان. المهم نحن مرقنا كثير من السيرة بتاعتنا، خشينا في مواضيع تانية. المهم الخلاصة إنه قاتل الزبير بن جرموز ندم، وده الوحيد اللي ندم من اللي قتلوا الأفاضل ديلو كلهم، ندم لما كان يرى في منامه من الرؤيا المخيفة. علي بن أبي طالب قال لهم بشر قاتل ابن صفية بالنار، قالوا بيقى بنوم بيشوف في نومه أشياء مخيفة جدا. جاء طوالي في عهد عبد الله بن الزبير لما كان على مكة والحجاز، وكان الوالي بتاعه مصعب أخوه، جاء له مصعب وقال له يا مصعب اسجني وأقتلني قصاصا في الزبير، أنا اللي قتلت الزبير، قال لي أقتلني قصاصا بس خليني أرتاح. فأرسل مصعب إلى عبد الله بن الزبير، رسل له رسالة قال له يا أخي قاتل الزبير أبونا ده جهنا وأنا سجنته، وقال يقتلوا قصاصا في الزبير. فأرسل إليه ابن الزبير قال له أجننت؟ أقتل أعرابيا في الزبير ابن العوام؟ أعرابي قال له ساي مقطوع، أنا أقتل قصاصا في الزبير؟ يعني قال له الأعرابي ذاك يساوي الزبير؟ أطلق صراحة وقال له أقتله، قال له فكوا ده، قال له إحنا عم نقتله في الزبير فكوا. فأول ما أطلق صراحه ذهب ووجد مبنى عالي من مباني القصور، طلع على المبنى فوق قال له واحد تعالى تفرني، دفر من فوق فوقع فمات. فكان هذا هو قاتل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عن الزبير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.